ازيكم عاملين ايه؟ انتوا طيبين؟ دلوقتي هنكمل المنهج برضه مع التنبار فيربال. ايه التنبار فيربال؟ وايه الفرق ما بين التنبار فيربال والفيربال العادية؟ التنبار فيربال هي الافعال المنفصلة. يعني ايه افعال منفصلة؟ هنشوف دلوقتي. والافعال العادية اللي هي الفيرب العادي، يعني زي كوفن مثلا هنا في الجملة، ده فيرب عادي جدا. تمام. التنبار فيربال بيتكون من مقطع وفيرب، بيعمل لي حاجة اسمها تنبار فيرب، يعني فعل منفصل. ليه فعل منفصل؟ هنشوف دلوقتي، لأن هو بينفصل في الجملة. طب بينفصل في الجملة زي فعل أين كوفن، اللي هو يتصور. إيه ده، هو مش كوفن بمعنى يشتري؟ أيوه، ما أنا ما باخدش بمعنى الفيرب، أنا باخد بمعنى المقطع مع الفيرب، بيعمل حاجة اسمها تنبار فيرب. تمام؟ الأفعال المنفصلة دي أنا باخد على المقطع والفعل مع بعض. طيب الفعل بيجي فين والمقطع بيجي فين؟ هو أفعال منفصلة بتنفصل في الجملة، صح؟ تمام. يبقى الفعل هيجي فين؟ هيجي رقم 2 مكان الطبيعي. طب والمقطع هيجي في آخر الجملة. تاني، يبقى التنبار فيربن الأفعال المنفصلة أنا ما باخدش على الفعل بس، انا باخد على الفعل مع المقطع. يعني عندك مثلا ايم، ايم دوت اداه نكره، وبشتمت ارتكل. تمام، ده لوحدها. بس لما تيجي مع فيرب زي كوفن، بيعمل لي حاجه اسمها تنبار فيرب. تنبار فيرب يعني فعل منفصل ينفصل في الجمله، بيجي الفعل رقم 2 والمقطع بيجي في اخر الجمله. تمام. ليزا كاوف في سوبر ماركت ايم، معناها إن ليزا تتسوق مش تشتري. لكن لما أقول هنا ليزا كاوف أين أوتو، هتشتري عربية. الفرق ما بين الفعلين، أنا هنا خدت على الفعل مع المقطع. بابل كده على بعض. طيب إيه هي الأفعال اللي عندنا؟ تشتري بابل، الأفعال المهمة، ليك بريج يعني يحضر مع. فين المقطع؟ مت. فين الفعل؟ برينج. ليك كومن يعني يأتي مع. فين المقطع؟ مت. فين الفعل؟ كومن. أو في ماركت يعني يفتح. مقطع أو. تمام. المقطع ده اللي هيحصل في الجملة. أو في شتيم يعني يستيقظ. مقطع أو اللي هو آخر الجملة. أي جواب في المسائل إن أنا أتصور. طيب فعل زيني مشاهد التلفاز. فعل مقطع زين هو الفعل. أنفانجن يعني يبدأ. طبعا أنفانجن unmoving يتصل. آخر الجملة moving رقم 2. Einstein يعني يركب. يركب وسط. Ein هي المقطع اللي هيروح في آخر الجملة. Aufräumen يعني يرتب. زي ما اقول مثلا عادي رايمت بس سيما او بيرتب الاوضه بتاعته او يعني يختار. طبعا او هو المقطع او يعني يبدا او هتبقى في اخر الجمله. تمام، هي المقطع. سباتيرين جيم يعني يتنزه. هي المقطع اللي هيروح في اخر الجملة. طيب شوف اسئله على الدرس. بيقول لي احمد نقط علي ان، هو الفعل اسمه ان ايه؟ ان مو ولا ان مار ولا ان فعل؟ لا، هيبقى ان مو. اتصل بعلي. ماي برودر نقط ان سيزن، وطبعا او
هيستيقظ، فعل اسمه أو في أو في شتيم، أو في شتيم. أين موتر تاو أم بوخن إنده تتسوق، فأين تاو. وهكذا برضه بقية التدريبات.